السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم برنامج لعبة. كل أب وأم يبون يختارون لعبة مسلية حق عيالهم يستانسون فيها نفس الحزة، ويبون اللعبة هذه تكون خطرة عليهم يستفيدون منها يستانسون من غير خطورة. وهذا اللي نحاول أن نسلط عليه الضوء في هذه الحلقات، كل مرة ناخذ لعبة أو نشاط نعرض شنو الفائدة منه، شنو الخطورة المحتملة، شلون نقدر نتفاداها، أو بعض الأحيان شنو بدائلها. اليوم ودي أتكلم عن نشاط البعض جربه، نشوفه يمكن موجود بالكرنفالات وفي ردة حق الحين مرة ثانية، ألا وهو رياضة أو نشاط رمي الأسهم. رمي الأسهم يبي الأثر بالتشجيع عليه، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وهو يعني من الرياضات القديمة والنشاطات القديمة، كان يستخدم بالصيد أو حتى بالقتال، لكن الحين صار هدفه الرئيسي هو التسلية أو المسابقات. حتى هناك مسابقات عالمية للرماية، في فوائد كثيرة والكثير من الأطفال ممكن يستمتعون فيه، خاصة الفئة العمرية من 10 سنوات وفوق. الفائدة الأولى أن تمرين جسدي عالي حقهم، خاصة حق منطقة الصدر والكتف والظهر أيضا. لما الطفل يمسك النبلة ويسحبها قاعد يمرن عضلاته بصورة كبيرة. في أيضا دعم للتركيز ومهارة على قولتهم النيشان، أو مهارة زين إصابة الهدف، وهذا من الأشياء المهمة وايد في تطوير دماغ الطفل. أيضا من الفائدة اللي فيه إنه يعلم الطفل الصبر، لازم ما يستعجل برمي السهم، لازم ينطر الهدف، ولازم يوقت حقه تالي تركيز مجهود جسدي طيب، تحريك حق عضلات تقويتها، ويعلمه أيضا الصبر، ويحمل أيضا مسؤولية. النبلة والسهم هذا شيء خطر إذا وجهناه على المكان الغلط، وبالتالي أنت قاعد تحمل الطفل مسؤولية إنه يكون النشاط اللي قاعد يسوي آمن حقه وحق غيره من الناس. من النقاط أيضا مهمة إنه يعزز ثقة الطفل بنفسه، كل ما تطور في هذه الرياضة أو في هذه اللعبة كل ما زادت الثقة بالنفس، وبالتالي من الألعاب المهمة في تعزيز ثقة الطفل في نفسه. لكنها طبعا ما تي خالية من المخاطر، وهناك كذا طريقة ممكن الطفل يعور فيها نفسه أو يسبب الإصابة حق غيره. مثل شنو؟ السهم حتى إذا استخدمنا الرأس الغير حاد، الرأس المدبب، ممكن ينطلق بسرعة عالية، فممكن يصيب إذا كان مو موجه عدل أو أحد مر يصيب أي شخص مر عليه وحوشه بإصابة، بعض الأحيان تكون بالغة. وبالتالي مهم جداً أن تكون البيئة مهيئة أن تكون آمنة حق الغير. أكثر المشاكل اللي تصير من إصابات أخرى، لكن نتكلم عنها بعد ما نردكم من الفاصل. قلنا
لعبة رمي السهم فيها فوائد كثيرة، منها تعزز من التركيز والطورة، تعلم الطفل الصبر، تقوي عضليا، وأيضا تساعد على التوازن عنده وتساعد على التنسيق العضلي البصري اللي عنده. لكن هتي أيضا مع مخاطر، الطفل ممكن يعور نفسه أو غيره، وبالتالي مهم وايد أن نخلي البيئة اللي فيها الأسهم أو لعبة رمي السهام تكون بيئة آمنة تحت رقابة ناس مختصين في مكان مخصص لذلك. دائما نبدأ شوي شوي، نستخدم نبلات صغار قوتهم قوية مناسبة حق عمر وقدرة الطفل الجسدية، وندرج شوي شوي. الإصابات ما تي فقط من السهم، ممكن تي من النبلة نفسها، السير اللي فيها قوي ممكن لما نشد ونهدأ يرد يضرب جسم الطفل، أو إيده نفسها ترد لورا، فهناك خطر إصابة الذراع الإيد، وأيضا خطر إصابة العين للطفل نفسه أو حق اللي حوالينه. وبالتالي استخدام الحماية المناسبة مثل الدس المخصص لذلك أو القفازات المخصصة لذلك، حماية الذراع نحمي أذرعنا أو ذرع الطفل، وأيضا لبس النظارات اللي تحمي العين. هذه الأشياء ضرورية وما نتهاون فيها أبد. أي شخص موجود في المكان أو الحديقة المخصصة لرمي الأسهم لازم يكون لابس هالأشياء، لازم تكون الأهداف واضحة، ولازم كل مرة الطفل يمسك فيها النبالة لازم تكون تحت رقابة شخص مو بس بالغ، لا متخصص في هذه الأشياء. دائما ندرج مثل ما قلت حق الأطفال، نستخدم أشياء خفيفة قوتها بسيطة، ما نستخدم رؤوس حادة، ونصعد فيها تدريجيا على حسب عمر الطفل ومقدرته. شلون نتأكد أن طفلي هذا اللعبة مناسبة حقه ولا لا؟ أول شيء الرغبة، الطفل لازم يصير عنده رغبة في هذا النشاط، ولا ترى إذا ما عنده الرغبة ما راح يستمتع فيه ولا راح يستفيد منه، وراح يكون عليه على قولتهم روحة المكان ثقيلة. ممكن احنا نحاول نحبب، اذا احنا حابين هذه الرياضة نحبب عيالنا فيها عن طريق مشاركتهم قصص او فيديوهات، او نرويهم العدة ويشوفونها، او بعض الاحيان الاطفال ممكن يتعلقون بشخصيات كرتونية عندهم هذه الرياضة او هذه اللعبة، فتلاقيهم يصير ربط عندهم بين هذه الشخصيات الكرتونية والأشياء اللي هم يبي يطبقونها. لازم نوضح حق الأطفال إن الأشياء اللي تصير بالكرتون أو برسوم الكرتونية ما ينطبق دائما على الحقيقة، وبالتالي الأمان يكون هو الأمر الأول دائما قدامنا. النقطة الثانية، نشوف هل الطفل عنده القدرة الجسدية للتعامل مع هذه الأدوات. هذه الأدوات تحتاج قوة عضلية، تحتاج تركيز، تحتاج أيضا تنسيق بين العضلات والنظر. والنقطة الثالثة المهمة أيضا في هذه المسألة، أن هناك استمتاع وهناك أخذ وعطاء مع أفراد الأسرة أو مع الأب والأم في هذه الرياضة. أتمنى أن أكون غطيت لكم بعض المعلومات اللي تفيدكم في أخذ قرار الصحيح أو المناسب باختيار اللعبة المناسبة حق طفلكم اللي يستفيد منها ما أقل مضرة ممكنة. على أن نلتقي فيكم في حلقات قادمة إن شاء الله.